تحركات الرئيس الأمريكي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس لم تكن بالسرية التي تمليها البروتوكولات السياسية. الرئيس الأمريكي تناول العشاء إلى جانب نظيره الفرنسي وعدد محدود جدا من أعضاء الحكومتين الفرنسية والأمريكية في مطعم أمبروازي الذي يعتبر أحد أفخم المطاعم الباريسية في ساحة ليفوج. عشاء هولاند وأوباما جاء بعد ساعات طويلة من العمل في ضاحية لوبورجي، حيث شارك ما يزيد عن 150 رئيس دولة وحكومة في أشغال اليوم الأول لمؤتمر المناخ. فرصة لتذوق وجبة الطعام التقليدية الفرنسية الشهية في قلب حي لوماري في العاصمة باريس. ونظرا للإجراءات الأمنية، فقد طوقت قوات الأمن المكان بهذه المناسبة.